خلافات في كركوك مستمرة، ولا ربما إمكانية للتقليل من وطأة هذه الخلافات. البلاد أيضا مقبلة على انتخابات محلية في نهاية العام الجاري، كيف سيتم الاقتراع في ظل هذه الظروف؟ تفضل. تحياتي لك. أهلا بك. مرة واحدة والذي كانت مشتركة ما بين الجمعية الوطنية ومجلس المحافظة، ومع الأسف في هذه الانتخابات كبير وتلاعب كبير في سجلات الناخبين، مما أدى إلى فعل تسببت بأن يكون هناك فقرات خاصة حول فقط حول كركوك في 2008 وفي 2014 وفي كل القوانين التي صدرت في مجلس النواب. كان هناك تأجيل لعدم وجود توافق على إجراء انتخابات في محافظة كركوك بسبب التزوير ووجود شك في سجلات الناخبين. في هذه المرة كان هناك توافق على إجراء الانتخابات بشروط، ومنها اعتماد على سجلات 1957 وسجلات 104 مادة 140 في التدقيق. وحدث ذلك يعني صراحة بعد إعلان السيد المحافظ بأنه اكتشف بوجود بالتدقيق مع وزارة التجارة بوجود 260 ألف تقريبا على ما أتذكر ناخب ليسوا من أهل كركوك لديهم بطاقة ناخب ويشاركون في انتخابات كركوك. تعلمون طيب، هذه تقريبا الشروط تحققت حتى الآن أو تحقق جزء منها؟ أبدا لم تجري لحد الآن المفوضية أو الجهات المعنية لم تباشر بأي تدقيق. طبعا دائما تصدر قوانين بحق كركوك لا تنفذ على واقع الأرض، خلينا نكون صارحين لهذه اللحظة ليس هناك أي إجراء تدقيق سجلات. يعني مثلا بإمكان للمفوضية إلغاء السجلات الحالية والتزام بالسجلات، خاصة أن وزارة التجارة بدأت تحدث سجلاتها عبر بطاقة إلكترونية. ستكون عدد النفوس أو عدد الناخبين في السجل الحالي أقل من السجل المعني. أختي العزيزة، كركوك لديه حاليا 4 أرقام في نفوس محافظة كركوك. حسب وزارة الداخلية دارة الأحوال لديها رقم، حسب وزارة التخطيط جهاز إحصاء المركز لديها رقم، حسب وزارة التجارة التموينية لديها رقم، وحسب المفوضية سجلات الناخبين لديها رقم. أكبر رقم في ما بين هذه ال4 أرقام هي المفوضية، والفرق كبير. يعني هناك فرق بين الأول والأخير ما يقارب 250 ألف مواطن. يعني مؤكد أن هناك تلاعب في سجلات. طيب، على ماذا استند المجلس العربي في كركوك؟ اتهم الأحزاب الكردية باستخدام أو يعني المال السياسي من أجل السيطرة على الانتخابات وأيضا التلاعب بنتائج الانتخابات في كركوك. على ماذا استند المجلس العربي بهذا الاتهام؟ لا أعرف، المجلس السياسي العربي حاليا ينفرد في إدارة كركوك. حاليا هناك محافظ واحد يشغل منصب نائبين في آن واحد، يعني في العراق جميعا 18 محافظة، لا يوجد محافظة مثل كركوك. شخص واحد هو محافظ وبدل نائبين، يعني شخص بدل 3 أشخاص ومن ويترأس مجلس العربي وهيكلية المحافظة يدار من قبل. إذن كيف ستجري الانتخابات في كركوك وكل هذه يعني الظروف وهذه التشكيكات؟ حتى قبل العملية الانتخابية هناك تشكيكات واضحة. أختي، هناك تشكيك في سجل الناخبين، وحسب ما أعلن المحافظ هذا الرقم خطير جدا، يفترض أن يكشف. أما مال السياسي والإدارة بالعكس، التركمان وحيدين لم يشتركوا في إدارة الحالية. يعني حاليا لا يوجد تركماني، لا محافظ، لا نائب محافظ، لا حتى معاه محافظ في إدارة كركوك. تعلمون جيدا من انتخابات مجالس المحافظات 50% من التأثير على منصب المحافظ. طيب، هي ليست انتخابات سيادية، يعني المحافظ يؤثر والنائب المحافظ يؤثر في جمع الأصوات، يؤثر في المقاولات، يؤثر في تقديم الخدمات أثناء حملة الانتخابية. مكون الوحيد الذي لا يشترك في الحكومة الحالية لا في نفط الشمال ولا في غاز الشمال ولا في إدارة المحلية، بالعكس هناك إدارة ما بين المكون الكردي وما بين المكون الأخوة العرب في إدارة المحافظة. إذن الإشكالية فقط مع التركمان، كيف سيتم حل هذا الخلاف
في كركوك خصوصا، ويعني كركوك محافظة مكوناتية، يعني كيف سبل معالجة هذا الخلاف من أجل التوصل إلى حل، وبالتالي يعني نحن مقبلين على انتخابات حتى لا يتم التشكيك بالنتائج قبل حتى أن تتم العملية الانتخابية؟ أختي الفاضلة، أنا أعتقد هو هناك ثلاثة فقرتين يجب أن ينفذ إذا كانت هناك نية حقيقية للحكومة الاتحادية والبرلمان والقوى السياسية في إجراء انتخابات حقيقية حرة نزيهة شفافة. طيب هي أو تشكيل إدارة محلية مشتركة، يعني إذا كان هناك محافظ عربي يجب أن يكون له نائبين، نائب من التقمان والنائب من المكون الكردي، أو بالعكس هذا الموضوع ليس مهم لأن هي هذه أشهر انتقالية، ولكن يجب وجود في هرم السلطة المحلية ثلاثة مكونات لشعور المواطن بالثقة في إدارة محافظة كركوك قبل الانتخابات وليس ما بعد الانتخابات. النقطة الثانية، يجب أن يضع حد لما يجري في سجل الناخبين، يجب أن يحدد لجنة تعمل بسرعة قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات، جيد، أن تكشف إذا كانت هناك خطأ، يجب أن تكشف، يجب أن يضع حد لهذه الأمور قبل الانتخابات بأشهر، لأن بصراحة لو بقي الأمر عمه عليه صدقيني لن تجدين المشاركة في كركوك 20%، واضح، لأن أهالي كركوك بدأوا يفقدون ثقة في صناديق الانتخابات. عندما يكون هناك شك في سجل الانتخابات إذا إن النتائج محسومة. نعم. هذا كل مواطن في كركوك الكردي تسأله هذا السؤال، حتى المسيحي